الآن في كثير من الآباء أبو عبد الرحمن يحرص أنه ابنه يمسك نفس الاتجاه، يعني العسكري يبغى ابنه عسكري، التاجر يبغى ابنه تاجر. فكرت في أنه أحد من الأبناء يوم من الأيام كذا أنه يكون له اهتمام في هذا الاتجاه؟ والله أنا أحب أنه يكون أبنائي على درجة فنية جميلة، يستذيق الفن. نعم. حتى لو يمارسوه ما عندي مانع، إنما بينهم وبين نفسهم، لكن أريدهم أن يدرسوا ويتعلموا ويتحصلوا على أعلى درجات الشهادات العليا. نعم. اللي أنا كنت أتمنى أني أنا أحققها لنفسي وما قدرت. نعم. فلذلك أنا أقول حققوا ما أنا أتمنى وهيأت لكم إياه، وما كان مهيئ لي أنا، لا من أبي ولا من أبي. نعم. ولا أمي، ولكن هيأته لكم، أنتوا حققوه وبعدين اشتغلوا في أي مجال أنتوا تبغوه. نعم. اللي تحقق للأستاذ محمد عبده من ظهور ومجد وحضور في كل محل، قد يصيب البعض لو كان محل محمد عبده بأنه يصيبه حالة غرور وحالة انتشاء وحالة شوفة نفس، ولكن معروف عن أستاذ محمد عبده قربه من الجميع و من كل الفئات ومن كل الطبقات، وهذا شيء ملاحظ. ولكن الأجمل أنه أنت تحاول أيضا في داخل الأسرة وفي داخل أبنائك أنك تعودهم على مسألة التواضع. هذا في قصة لنورة ابنتك، يوم الأيام كان السواق يجيبها دائما بسيارته، وغير السيارة وجاه بسيارة يبدو لي مش السيارة اللي هي اعتادت عليها. أفضل الموقف يضع فيه الإنسان نفسه بأنه هو يرى نفسه الحقيقية. أنت ترى نفسك الحقيقية هي إيش؟ كيف كنت؟ ماذا كنت؟ والأساس هذا، هذا الأساس. نعم. إيش أنت؟ مين أنت أصل؟ محمد عبده لولا الله سبحانه وتعالى، ثم آل سعود، وبلدي الحبيبة، وجمهور سنورك السعودية. والله محمد عبده ما كان شيء. فلذلك يعني أبنائي عندما ولدوا وجدوا أبوهم يعني يحبوه النخبة الكبيرة من المجتمع والناس، حتى أحيانا ينقضوا علي: يا أخي أنت ليش تقول أنك كنت تبيع بليلة وكنت تبيع هذا؟ يا أخي لا، إحنا ما نبغاك في هالصورة. لا، أنا كنت في هالصورة عشان تعرفوا أنا كيف كنت في هالصورة.